التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بمؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستشارات المالية أحمد هيكل. وأكد مدبولي أن اللقاء يأتي في إطار حرص الحكومة على التواصل الفاعل مع المستثمرين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الصدد، بهدف تذليل أي معوقات قد تواجههم ومن ثم دفع الاستثمار في مختلف القطاعات، وذلك من أجل تحقيق التنمية وزيادة معدلات التشغيل ودعم الاقتصاد الوطني.